مرحبا بكم في بريف مارشي. بريف مارشي الروبريك اللي نحكيو فيها كل اسبوع على اسعار الخضره والغله واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء في مختلف ولايات الجمهوريه. الروبريك نتاعنا اليوم نبداوها بالدجاج اللي صوم انخفاض انخفاض طفيف مقارنه بالاسبوع الفارط. ارخص سوم للدجاج نلقاوه في ولايه بيجه ب 7500 واغلى سوم كان في القصرين ب 8480. في بقيه ولايه الجمهوريه سعر الدجاج كان متقارب برشا. من الدجاج نحكيو على الاسكالوب اللي صومو كان متقارب كذلك بين مختلف الولايات. ارخص صوم للاسكالوب نلقاوه في بيجة ب 15950 واغلى صوم سجلناه في ولاية نابل تحديدا في غرومبيليا ب 16580. صوم الاسكالوب الاسبوع هذا كان مسعر في بقية الولايات ب 16 دينار للكيلوغرام الواحد. من الاسكالوب نحكيو على اللحم العلوش اللي صومو بقى كما هو مقارنة بالاسبوع الفارط. أرخص سوم للحم العلوش كان في مدنين ب 28 دينار، في المقابل أغلى سوم كان في القصرين وقبصة ب 33 دينار. سوم الحم العلوش الأسبوع هذا كان تقريبا مسعر في مختلف الولايات، نلقاوه ب 32 دينار في أغلب الجهات. من الحم نمشيو للحوت، اخترنا الأسبوع هذا باش نحكيو فيها على سعر التريليا في مختلف الجهات. أرخص سوم للتريليا سجلناه في القيروان ب 18600، في المقابل أغلى سوم كان في مرشي القصرين ب 24 دينار و 800. من الحوت نحكيو على الخضرة تحديدا الفلفل اللي سومه كان مرتفع لكنه سجل انخفاض تدريجي مقارنة بالأسابيع الفارطة. أرخص سوم للفلفل كان في جيبس القصرين وسيدي بوزيد ب 17100، وأغلى سوم نلقاه في نابل تحديدا غرومبيليا ب 2500. بينما سعر انحصر في بقية الولايات بين 18100 و 2400 الصوم اللي سجلناه في ولاية بيجة. نمشيو للجلبانة اللي صومها انخفض في بعض الجهات، أقل سعر سجلناه في ولاية صفاقس ب 2500 للكيلوغرام الواحد وأغلى سعر كان في غرومبيليا ب 3500، في حين تراوحت بقية الأسعار بين 3000 و 3200. نختم الروبريك متاعنا بالغلة اللي اخترنا منها اليوم نحكيو على المدالينا اللي صومها كان متقارب بين الولايات. أرخص صوم للمدالينا كان في صفاقس ب 2500 وأغلى صوم كان في قبصة ب 3980، وتراوحت بقية الأسعار بين 3000 اللي سجلناها في غرومبيليا و 3500 اللي نلقاوها في القصرين. هذه كانت جولتنا اليوم في بريف مارشي. بقية أخبارنا تلقاهم على موقعنا tunisienumerique.com. لايك وبارتاج باش توصلكم أكثر أخبار. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي الناس الكل.